بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن الـ IPv6 Fragmentation الـ IPv6 Fragmentation في الـ IPv6 عملية تجزئة الباكت الـ تختلف فكرتها عما هو موجود في الـ IPv4 ففي الـ IPv6 الراوترات لن تقوم بعملية الـ حيث أن الجهاز المرسل للبيانات اللي هو Source قبل ارساله للبيانات للديستنيشن المرسل اليه فسوف يقوم بعمليه اكتشاف للحجم الاقصى للماكسيمم ترانسميشن يونت الام ففي المسار يعني راح يشوف ما هو الحجم مو الحجم الاقصى الحجم الاقل الموجود في المسار الام تي يو بحيث سوف يقوم السورس بالتقيد بهذا الحجم وراح يجعل الباكيت بحجم الام تي يو الذي تم اكتشافه وعملية اكتشاف الـ MTU في المسار رح يطلق عليها الـ PMTUD اللي هي Path Maximum Transmission Unit Discovery وبهذه الطريقة لا يتم الحاجة إلى عملية تجزئة الباكت في الـ في TCP IPv6 وفي حال السورس كان غير قادر على اكتشاف حجم الـ MTU في المسار عندها سوف يتم استخدام الـ Fragment Extension Header وعملية التجزئة سوف تكون طرف لطرف أي سوف تحدث فيما بين السورس والتستنيشن وبما أن السورس ليس لديه علم بحجم الامتيو فسوف يرسل الباكت بالحجم التلقائي إذا كان أكبر من قدرة المسار عندها سوف يتم حذفها وسوف يستلم السورس الرسالة ICMP في 6 بأن الباكت كبيرة الحجم فسوف يقلل من حجمها بشكل تدريجي حتى تصل إلى وجهتها التستنيشن عندها السورس سوف يتقيد بهذا الحجم في لارسال باقي البيانات الى التستينيشن ان حصل عمليه تجزئه للباكيت فرح تكون زي ما ذكرنا على مستوى الطرفين المرسل والمرسل اليه. والسورس سوف يقوم بعمليه التجزئه والتستينيشن او المرسل اليه رح يقوم بعمليه تجميع لهذه الباكيتس. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته